انطلقت في البلاد اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية ما بين 12 و 15 عاما، وذلك في المراكز الصحية المخصصة للتطعيم. وشددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بمكان وتوقيت موعد التطعيم ضد كوفيد-19، مؤكدة عدم السماح بتلقي اللقاحات إلا لمن لديهم مواعيد مسبقة، وذلك منعا لحدوث تجمعات كبيرة داخل وخارج مراكز التطعيم ولضمان سير عملية التطعيم بسهولة ويسر.